اختفاء ديال الرضيعه جندت جميع المصالح، سواء المصالح المركزيه ومراقبه التراب الوطني المسائل التقنيه، او كذلك مصالح ديال ولايه الامن، وذلك من اجل الوصول الى مقترف هذا الفعل الاجرامي. وبالتالي الهدف الاساسي ديال المديريه العامه للامن الوطني اللي كتعطي اهميه قصوى لهذا مثل هذه الحالات الاجراميه هو انه الحفاظ على سلامه الرضيع اولا. جندت جميع المصالح كما شرحت لكم، وتمكنا من العثور على الرضيعه السليمه والحمد لله، وكذلك تحريات بينات على ان الفاعله تم الاعتداء عليها كذلك والقاء قبض عليها وحجز جميع الوسائل اللي كانت عندها في البيت ديالها، وتم ايقاف كذلك الزوج ديالها اللي يعتبر مشارك في هذه الجريمه. شكرا لك.